أكدت وزارة الإعلام أهمية مشاركة مؤسسات القطاع الخاص الإعلامية في الحملة الوطنية لتعزيز الهوية الوطنية بما يخدم المصالح العليا للبلاد ويرسخ قيم الولاء والانتماء الوطني ونبذ الكراهية والغلو والتطرف. وقال وكيل وزارة الإعلام بالإنابة محمد العواش عقب الاجتماع مع مؤسسات القطاع الخاص إن هذه الحملة تتلقى اهتماما ودعما كبيرا من قبل وزارة الإعلام كونها تسعى إلى تعزيز الأمن والسلم الاجتماعيين وتتعلق بروح المواطنة لحماية أفراد المجتمع واستقراره. بالتطور والقفزة النوعية اللي حققتها وزارة الإعلام، الأمر الذي حدا بالقطاع الخاص أنه يعني يزيد من مصروفاته الإعلانية على برامج الوزارة في دوراتها المختلفة. والشق الثاني هو يعني حرصنا في وزارة الإعلام أن تكون يعني مخرجاتنا الإعلامية مواكبة لما يحدث على الساحة، خاصة في تعزيز الجوانب القيمية وفي تعزيز الولاء والانتماء للوطن وهذه الأرض الطيبة والتي تشمل يعني مواطنين ومقيمين بنفس الوقت. فأنا أجزم أن القطاع الخاص وخاصة ما يعنى به بالجانب الإعلامي يعني بالتأكيد يشاركنا يعني هذه المسؤولية، وهذا يعني الشعور بأن حماية الكويت وحماية أمنها والحفاظ عليها لا يمكن أن يتم إلا بتعزيز النسيج الاجتماعي بين كافة مكونات المجتمع، لا يمكن أن يتم إلا بإحساس من يعيش على هذه الأرض من مواطن ومقيم بما ننعم به من أمن وأمان